السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة بيزنس دريم، ومعاكم المسلسل الشيق الغامض في يوم وليلة. هلخص لكم أحداث حلقة 14 وهنتوقع حلقة 15 بإذن الله، ويلا بينا. حلقة 14 خلصت على إن اللي شغال في البازار اكتشف إن خالد فعلا مش ظابط، من كلام الولد اللي شغال في عصابة مراد مع صاحب البازار، عشان كان مسجل لهم التليفون وقال له ان خالد هيجي يحوم عليك ويعرف منه اخبار ما تحاولش تعرفه له. فعلا الولد عرف الكلام ده من هنا وكلم خالد على اساس ان هو لسه ما يعرفش حاجه وهيضحك عليه وهيعرف يوقعه وهيخلي البوليس يمسكه. ومحمود هيبتدي يحصل من الفلوس على تيسير في الحلقة الجديدة، عشان الحلقة اللي فاتت خلاص كان هيخليها تدفع. وبابا طبعا زعلان منه وقال له انت مش بتفكر في اخوك، بتفكر في مراتك وفي فلوسك، ابعد عني وما تكلمنيش تاني. وبيسأله انت تعرف مكان اخويا؟ هو خايف يقوله عشان خايف ان هو يتقبض عليه، ومش هيقوله طبعا اي معلومات يعرفها عن خالد. صاحبتها وكانت عايزة تصالحها على يحيى صاحبة سارة، وقالت لها انا اتكلمت معاه ودي غلطة ومش هيكررها تاني. هتقول لها انا هضمن منين ان هي مش هتتكرر؟ لا، لازم يعرف غلطه ولازم يبعد عني وانا مش عايزة اكمل معاه. وندى كلمت بابا وقالت له ان هي زعلانة قوي من اللي بيحصل وعايزة ترجع له تاني. وعماد اتحبس لما سارة بلغت عنه وقالت ان هو خطف بنتها وهم جابوه في ثانية، بس البوليس معرفش يوصل منه الحاجة عشان عايزين يعترف ان هو خطف بنت خالد، وخالد فعلا خلصها منه، بس هو مرضاش يطلع بأي معلومة وتسجن فعلا. وهتكمل الأحداث إن اللي شغال في البازار هو اللي هيكون السبب في القبض على خالد، وخالد هيقع في مشكلة كبيرة وهيحاول يهرب من البوليس ومش هيعرف. وآسر هيروح للبنى ويقول لها ساعديني بأي طريقة وخبي خالد عندك، بس لبنى مش هتوافق عشان خطيبها وعشان لسه شايلة منه من المواقف اللي عملها زمان، بس في الآخر هتحن وتوافق إن هو يستخبى عندها. وهتبتدي الاحداث تزيد تشويق، ومش هيعرف خالد يوصل لحاجه ويبقى في مأزق كبير جدا ان هو مش عارف يوصل لحاجه، وفي نفس الوقت البوليس بيحاصره من كل مكان. وساره ممكن تحن وترجع ليحيى، بس يحيى هو عايز يجيبها الاول بطريقه كويسه وبعد كده يديها فوق دماغها عشان ياخد منها كل حقوقه، عشان هو شخصيته اصلا جباره جدا، بس هو مصطنع قدامها الحب والطيبة عشان هو بيحبها وعايز يقربها منه. ايه الاحداث الجديدة اللي هتحصل؟ ايه اللي هنعرفه؟ ده اللي هنشوفه الحلقات الجديدة. ما تنسوش تتابعونا، ما تنسوناش باللايك.